السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم أيمن فائز شيخ الزور، يسعدني التواصل معكم اليوم وتقديم هذه الورشة بعنوان التجديد والابتكار في مادة التربية الإسلامية. ستكون أهداف هذه الورشة أو المحاضرة 4 أهداف. أولا، كسر النمطية في تدريس مادة التربية الإسلامية، ثم الخروج من منطقة الراحة نحو منطقة التطوير، ثم منح الطالب حرية اختيار طريقة تعلمه وأدائه. وكذلك سأقدم مجموعة من النصائح لمعلمي التربية الإسلامية. فإذا كنت تسعى إلى شيء من هذه الأهداف فقد وصلت إلى المكان الصحيح. هذه نبذة مما ستشاهدونه من أعمال وأمثلة ونماذج للطلاب مما سأقدمه في هذه الورشة. أعرفكم بنفسي في نبذة قصيرة. مؤهلاتي: بكالوريوس شريعة في عام 95، ماجستير إدارة جودة 2008، ماجستير تربية 2018. الخبرات 18 سنة في تعليم التربية الإسلامية في مدارس انترناشنال، منها 12 سنة مهام رئيس قسم، وأعلم التربية الإسلامية باللغتين العربية والإنجليزية. حضرت كثيرا من الدورات في هذه الأعوام الماضية، وحصلت على شهادات في جوجل إديوكيتر وأبل، وكثيرا من محاضرات وورشات عمل في استراتيجيات التدريس والتقنيات المستخدمة في التعليم. وأيضا قدمت عدة دورات في مؤتمرات عش العربية التابعة للهيئة، وكذلك نظمت ملتقيات لمعلمي التربية الإسلامية تم تقديم كثير من الدورات فيها. أسعى دائما نحو التميز والبحث عن الجديد في التعليم، وخصوصا فيما يتعلق بالتقنيات والبرامج المستخدمة في التعليم. وفلسفتي أن التعلم لا يتوقف، والركود في التعلم كركود الماء يفسده، فلا بد من دائما البحث عن الجديد والتطوير والتجديد. أولا، قبل أن أبدأ، أنا يعني تكلمت عن 4 أهداف، لكن حتى لا تكون المحاضرة مملة سيكون هناك عرض لأمثلة من أعمال الطلاب بعد كل هدف. يعني كل 3 دقائق سيكون هناك عرض فيديوهات لأعمال ونماذج الطلاب، منها نكسر الملل ومنها نجدد ونريكم بعض أعمال الطلاب. أولا، كسر النمطية. بعض المعلمين يصبحون أسرى النمطية في تدريسهم للتربية الإسلامية، فتكون هناك وتيرة يسير عليها المعلم، وتيرة واحدة لا يخرج عنها ولا يحاول أن يبدع أو يبتكر أو يجدد في استراتيجيات التدريس مع طلابه. طبعا موضوع النمطية يحتاج إلى وقت طويل لنتحدث عنه، لكن أبرز سلبيات هذه النمطية هي موت الإبداع وخلق الملل عند الطالب، وربما أيضا يصبح اعتماد الطالب على الحفظ دون الفهم، قليل من الفهم. لنكسر النمطية، أحيانا يكون هناك مؤثر داخلي ومؤثر خارجي، لكن كما تعلمون منذ 2 تقريبا أو أقل تعرضنا لمؤثر خارجي وهو الجائحة التي فرضت نفسها علينا، فحتمت علينا أن ننتقل ونخرج من التعليم النمطي والتقليدي إلى أمور فجأة فتح لنا الباب، فاضطررنا أن نتعامل مع الوضع الجديد. لكن الأصل أن يكون الإنسان مبادرا من نفسه المعلم، ويكسر هذه النمطية بإبداع متكرر وتجديد مستمر. من أمثلة النمطية في التعليم أن يكون المعلم مثلا يتبع نظرية المحاضرة بشكل مستمر، دائما يلقي ويلقي ويلقي. أيضا ممكن تكليف الطلاب بأسئلة، بحل الأسئلة، لكن نفس ورقة العمل هي نفسها لا تتغير، طريقة الأسئلة هي نفسها لا تتغير. هذا نوع من النمطية، حتى لو كانت ورقة العمل ممتازة ومبتكرة
لابد أن يكون هناك تغيير مستمر. استخدام عدة طرق تدريس والتغيير بينها دون إدخال جديد أو متابعة الجديد من الاستراتيجيات، إدخال بعض الأمور الجديدة، أو أيضا أن يتوقع الطالب سير الحصة الدراسية لأنه حفظ طريقة تدريس هذا المدرس. طيب، الآن عدة أسئلة كل معلم يمكن أن يسألها لنفسه حتى يعرف إن كان هو مدرس نمطي أو مرن. يعني عكس النمطي ربما قد تكون مرن. مرن يعني دائما لديه الاستعداد للتعلم والتجديد والابتكار. هل يقع طلابك في ملل في حصتك مع جريان العام الدراسي؟ هل تستخدم مجموعة محصورة من الاستراتيجيات وتبدل بينها دون إدخال جديد؟ هل تستنسخ دروسك وتحضيراتك من سنة إلى أخرى دون إجراء تعديلات عليها؟ هل تقوم مع معلمين آخرين بتبادل الخبرات؟ هل تقوم بمتابعة آخر التقنيات والاستراتيجيات في التعليم؟ هل تتقبل النقد البناء من رئيسك أو زميلك أو مديرك؟ اسأل هذه الأسئلة لنفسك وستعلم وستعرف إن كنت نمطيا أو أن كنت لست نمطيا. الآن نأتي إلى مجموعة من الأمثلة لأعمال الطلاب، منها برنامج تحريك الشخصيات. Hello there folks, welcome back to Islam News, your number one provider for Islam related news and Islam history. Today on the show we will be inviting a very special guest, Imam Shafi, who will be joining us soon, right about now. Wow, thank you for having me on the show. It's truly an honor. Well, to start off, let's hear a little bit about yourself. Well, to start off, my full name is Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi. But إذن هذا for the sake of the العمل من أعمال الطلاب، برنامج يحرك الشخصيات، ويمكن من خلاله تركيب أي شخصية يراد الحديث عنها. فهنا مثلا الطالب ابتدع شخصية الشافعي، أعطاه السمت المتوقع أن يكون، وعمل إجراء معه، إجراء مقابلة معه، سأله بعض الأسئلة التي تبين دور الشافعي في يعني إنشاء مذهبه وفي رحلته لطلب العلم والأحاديث وغير ذلك. فهذا برنامج تحريك الشخصيات من الأمور التي يمكن للطلاب أن يعملوا عليها. هذا أيضا مشروع آخر. Welcome back to another edition of Psychology Today. Today we have esteemed Professor Dr. Salah and some other guests to talk with us on the mental and psychological causes of extremism and radicalization. Good evening, Dr. Salah. How are you? I'm fine, thank you. هنا الطالبة طالبتان قامتا بعمل عن التطرف وأسباب التصرف والأسباب السيكولوجية التي تدعو الإنسان ليصبح متطرفا. فهذه يعني برنامج تحريك الشخصيات يتيح للطلاب أن يركبوا الشخصيات التي يريدونها ويجروا الحوارات المطلوبة دون أن يظهروا وجوههم في البرنامج أو في الفيديو. وهذا أيضا يعني يوسع دائرة المشاركة من الطلاب، لأن البعض قد لا يحب أو يحبذ أن يظهر صورته في الفيديو. وهذه أيضا نفس البرنامج. برامج أخرى مثل iMovie أو برامج تحرير الفيديو أو الأنيميشن تتيح للطلاب هنا الطلاب دائما يعني يجيدون استخدام برامج تحرير الفيديو. On qualities you desire on the future spouse. Let's see if there's a difference between all that. So after contacting and asking our friends, Jacob said that he desires someone who has a funny personality, someone who's smart and encouraging. Duwani said that she wants a spouse that is loyal, trustworthy. قام الطلاب هنا بإجراء مقابلات مع الطلاب ثم عرضوا النتائج هنا بطريقة مبتكرة
ومميزة، وعرضوا النتائج وتحدثوا عنها وعالجوها ليصلوا إلى النتيجة المطلوبة من هذا العمل. عمل آخر باستخدام برنامج آخر ربما يكون الباوتون. And the ones who do are the exception, not the norm. Many individuals believe that all Muslims are dangerous individuals or terrorists, and this is in large part due to various incidents within the last few decades, such as the attacks on Paris. However, these attacks are unrepresentative of Muslims at large. هنا الطلاب يتحدثون عن صورة المسلم في الغرب، كيف تقدم في الإعلام بأنه إرهابي وبأنه عنيف وبأنه كذا وكذا، ويعالجون هذا الأمر من خلال الاستشهاد بآيات من القرآن الكريم والرد على الشبهات الموجودة. وهذا أيضا برنامج آخر يمكن للطلاب. هنا يتحدث الطلاب عن ابن الهيثم وما اخترعه من أدوات للطب ما زالت تستخدم حتى الآن. الفكرة من هذه البرامج التي أعرضها والفيديوهات من أعمال الطلاب هي طبعا هي نماذج فقط مما نقدمه في مدرستنا. الهدف أن تعطي الطالب يعني خيارات واسعة للمشاركة ولتقديم المشاريع يعني يختار طريقة تعلمه بنفسه. هذه هي الفكرة الأساس من هذه المحاضرة، إعطاء الطالب. بعض الطلاب يحبذ استخدام بعض البرامج وبعض الطلاب يحبذ استخدام برامج أخرى وهكذا. نأتي الآن إلى الهدف الثاني، وهو الخروج من منطقة الراحة إلى منطقة التطوير، ويسمونها باللغة الإنجليزية Comfort Zone و Growth Zone. وفكرة النظرية أن الإنسان بطبيعته يميل إلى الراحة، يميل إلى الكسل، لا يحب خوض تغيير كبير في حياته، قد لا يحب الخوض في تحديات جديدة في حياته، فيميل إلى البقاء على ما هو عليه. وهنا الشكل كما يوضح لكم، هنا الشعور بالأمان والتحكم، يعني يظن أنه خلاص إذا يكتفي بما عنده دون تغيير ودون دخول يعني مغامرات جديدة وتحديات جديدة. وأسبابها هنا يعني يحدثنا عن منطقة الخوف، عدم الثقة في الناس أو التأثر بآراء الناس، وخلق الأعذار، يختلق الأعذار لنفسه حتى لا يخرج من منطقة الراحة. لكن هناك منطقة التعليم أيضا، التعامل، يبدأ بالتعامل، يعني الخروج من منطقة الراحة يعني يعلمه على طريقة التعامل مع التحديات والمشاكل، اكتساب المهارات الجديدة وتوسيع منطقة الراحة. ثم يدخل منطقة التطوير، وهي إيجاد هدف للحياة، تحقيق الأحلام، وضع أهداف جديدة، والتغلب على الصعوبات. يعني الهدف من الفكرة التي أضعها هنا، المعلم يحتاج إلى الخروج من منطقة الراحة، وهي يعني تقريبا نفس الكلام الذي تكلمت عنه في الهدف الأول، وهو كسر النمطية، يعني الخروج من القالب الذي وضع المعلم فيه نفسه، فيدخل في تحديات جديدة ويكتسب خبرات جديدة ويقدم إنجازات جديدة لم يكن يمتلكها من قبل. كيف تعرف؟ هنا أضع بعض الأسئلة. كيف تعرف إذا كنت حبيسة منطقة الراحة أو أنك خارجها وتقوم بتطوير مهاراتك؟ إذا كان لديك شك في هل لديك شك في قدراتك على التغيير؟ هل لديك ركود في الأداء؟ هل مضى زمن لم تجرب فيه شيئا جديدا؟ هل تقول لا حين يقترح عليك أحدهم تجربة شيء جديد؟ هل تكثر من المماطلة والتسويف للمشاريع أو الخطط الجديدة؟ هل تكثر من استخدام لو؟ هل تبادر بفعل الأشياء أم أنك تتصرف وفقها حين تحدث؟ هذه بعض الأسئلة يمكن لأي معلم وأي يعني موظف بشكل عام أن يسأل نفسه إن كان في هذه المنطقة أو تلك المنطقة. أقدم لكم الآن شيئا من مناظرة أجريتها في صفي مع الطلاب.
طبعا كل صفوفي باللغة الإنجليزية. هنا الطلاب يجرون مناظرة فيما بينهم عن العملات الرقمية البيتكوين وغيرها. وهنا نقطة مهمة، يعني نحن نحتاج أن نواكب الموضوعات والأحداث الجارية، فنترك للطلاب يعني حرية اختيار هذه المواضيع، وكما يقال أحداث ساخنة أو موضوعات ساخنة. هذا يعني الموضوع بالنسبة للطلاب يحبون الحديث فيه، فأجريت لهم مناظرة وأعطيتهم طبعا أساليب المناظرة، ووضعت رئيسا محكما للمناظرة، ها هي طالبة، ولهم وقت ولهم استراتيجيات يجب اتباعها في المناظرة حتى تكون المناظرة في الأخير مفيدة. فإذا المناظرة أيضا أسلوب جميل، وخاصة للأمور الشائكة، الأمور التي يجري فيها خلاف كبير. يعني لو استطعنا أن نحصل على قائمة، يعني في كل مرحلة دراسية من مراحل التربية الإسلامية يمكن أن تجد كثيرا من الموضوعات التي تستحق أن يجرى عليها مناظرة، وطبعا هذه المناظرات تفيد الطلاب في الرجوع، سيضطرون إلى إجراء البحوث والدخول عبر الإنترنت والاطلاع على مراجع خارجية حتى ينموا ويغذوا معلوماتهم، ثم يأتوا إلى المناظرة ويدلوا بدلوهم في هذه وأفكارهم. نعم، وهذه أيضا جزء آخر من المناظرة. هذا جزء آخر من المناظرة، الفريق الآخر. فكرة أخرى، المقابلات، إجراء المقابلات. أعطي الطلاب بعض الموضوعات فيجروا مقابلات مع المعلمين أو المعلمات أو مع الطلاب. فهنا مثلا What are the characteristics of a hypocrite? They tell you to do something but don't do it. هنا الطالبة، الدرس كان حول النفاق. هنا الطالبة تسأل الطالبات أو المعلمات، ما هي صفات الشخص المنافق؟ ما هي صفات الشخص المنافق؟ طبعا الإجابة موجودة في الكتاب وموجودة في الإنترنت وموجودة في المراجع، لكن نحن نحتاج إلى جمع بعض الآراء والاستفادة مما لديهم. وفي نفس الوقت أنا أعطي الطلاب خيارات أوسع ونشاطات، يعني يمكن أن تضفي نوعا من البهجة، تضفي نوعا من المتعة في تحصيل يعني المعلومات من خلال هذه المقابلات. هذه مقابلة أخرى. المعذرة. What is the Hijra year? I don't know. Do you know what the Hijra year is? No. What is the Hijra year? هنا يسأل الطلاب بعضهم عن السنة الهجرية. أيضا هذا نوع من يعني الحوار يجرونه الطلاب مع بعضهم، ثم يعني يعطونهم الفكرة المطلوبة، يعني يسألونهم عن السنة الهجرية ثم يخبرونهم بها. Left Mecca and went to Medina for refuge where the Al-Ansar welcomed them and وهذه مقابلة تم إجراؤها في بنك من البنوك مع طلاب الثاني عشر، حيث كان لديهم درس البيوع المحرمة، وتم التطرق إلى موضوع الربا وموضوع الكريدت كارد وفوائد البنوك وما إلى ذلك. فاقترحنا على الطلاب إجراء مقابلة مع أحد يعني العاملين في البنك. Yeah, the validity of taking the charge for this service.
and we want you to explain it and kind of provide evidence from the sources of Sharia that you have for this. Yeah, so for advanced salary, we offer based on something called Qard Hasan. Qard Hasan is an interest-free loan. So we don't charge interest. فهنا يعني الطلاب بأنفسهم يسمعون من البنك من العاملين في البنك الإسلامي عن يسألونهم عن الشبهات أو الأمور كيف تحصلون على مثلا رسوم بالكريدت كارد أو ما هو موضوع القرض الحسن وما هو موضوع القرض السلف وغير ذلك فهنا يعني يستمع الطلاب بأنفسهم إلى إجابات البنك ثم ينقلونها إلى زملائهم داخل الصف. الآن نأتي إلى الهدف الثالث وهو منح الطالب حرية اختيار طريقة تعلمه. المقصد من ذلك كما تعرضت لهذا الأمر من قبل نعطي الطالب حرية اختيار طريقة تعلمه. يحب استخدام برامج الفيديو، يحب استخدام المقابلات، يحب إجراء الحوارات، يحب الدخول في مناظرات وغير ذلك وهكذا. كخطوة أولى أنا أقوم في بداية العام بإجراء فورم أو استمارة أتعرف فيها على طلابي. هذا الفورم الذي أعطيه لطلابي في بداية كل عام أعرف من خلاله تفضيلاتهم واختياراتهم التي يحبون أن يعني يتعلموا من خلالها خلال جريان العام الدراسي. فمثلا أحب أن أعمل منفردا، أحب أن أعمل ضمن مجموعات أو أعمل في كلا الحالتين. كما تعلمون بعض الطلاب يعني يحبذون العمل منفردين وبعضهم لا يحبذون ذلك. أيضا كيف تحب أن يعني تعمل على أي استراتيجيات النقاش، أو أحب إنشاء الفيديوهات، أحب إجراء مقابلات، أحب إجراء استبيانات، قراءات ذهنية وما إلى ذلك. هي مجموعة واسعة من الخيارات أعطيها للطلاب حتى أتبين كيف يمكن أن أعطيهم تكليفات ومشاريع وأعمال خلال العام الدراسي. أيضا أمر آخر من خلال تقييم نفسه للمحاور، محاور التربية الإسلامية، وأيضا كيف يحب أن يضبط مادة التربية الإسلامية بأي مادة من المواد. هنا أيضا أعرف يعني أخذ فكرة كاملة عن تفضيلاتهم من خلال المواد الأخرى، وأيضا ملامح المتعلم البكالوريا، وأيضا نقاط القوة ونقاط الضعف عند الطلاب وهدفه بالنسبة لمادة التربية الإسلامية. هذا يساعدني كثيرا في معرفة اتجاهات الطلاب وتفضيلاتهم وخاصة الجدد منهم. أما الطلاب القديمون فيعني أيضا قد يحصل لديهم بعض التحديثات وبعض التغييرات من عام لآخر فأستفيد منها من خلال تدريسهم للعام الدراسي. وأيضا من هذا الفورم حينما مثلا أعطيهم بروجكت أو مشروع وأعطيهم خيارات، هذه استمارة التكليف بأحد مشاريع الطلاب وأعطيهم من خلالها بعض الخيارات. هنا مثلا هدف المشروع وهنا الروبريك أو سلم التقييم وبعض الموضوعات اللي يعملوا عليها، وأيضا أعطيهم خيارات من البرامج أو التطبيقات التي يمكنهم العمل عليها وتقديم المشروع من خلالها. هذه 9 خيارات أعطيها للطلاب ليختاروا واحدا منها سواء كانوا في مجموعات أو كانوا فرادة. هذه أيضا بعض الأعمال، تسجيل فيديو الشاشة كما أنا أسجل هذا الفيديو يسمونه سكرين كاست بالإنجليزي. هناك برامج مثل لوم ومثل الكويك تايم ومثل أكتيف بريزنتر وغير ذلك. هذا أيضا الطلاب يمكن أن يعرضوا المشاريع التي يجرونها على مثلا يصممونها على جوجل سلايد. Conditions of a marriage contract in Islam. So, the first condition, the consent of the guardian of the woman. يعني أنا لا أعطي الطلاب عملا على جوجل سلايد أو باوربوينت. يجب إذا عمل
إذا يعني صمم PowerPoint أو Google Slide يجب أن يقدمه بنفسه في فيديو. لا أكتفي من الطلاب بعمل تصميم PowerPoint أو شرائح، لابد أن يقدمها بنفسه، وهذه هي طريقة من الطرق التي يعني يقدمها الطلاب. هناك أيضا برنامج اسمه Flipgrid، يمكن أن تشاهدوه هنا. موقع Flipgrid يساعدنا في تكليف الطلاب بملفات فيديو يعني تلخيص أو يعني أسئلة شفهية تكون الإجابات فيها عن طريق تسجيل مقاطع فيديو للطلاب. فمثلا هنا الإيمان بالغيب، طلبت من الطلاب تلخيص الدرس في 3 دقائق. فمثلا هنا نستمع إلى مشاركات مفاتيح الغيب. هناك 5 مفاتيح الغيب، وكذلك مشاركات أخرى يمكن استعراضها، ويمكن أيضا تقييم الطلاب من خلالها وإرسال القيمة أو النتيجة إلى الجوجل كلاسروم. برنامج جميل ولطيف، يمكن أيضا استخدامه من خلال دروس التربية الإسلامية. نأتي أيضا إلى مواقع التواصل، يمكن أيضا أن نكلف الطلاب بعمل أسئلة أو استبيانات من خلال مواقع التواصل مثل الواتساب أو غيره، ويجروا بعض What characteristics such qualities do you desire in your future spouse? I desire for a woman who can make me happy and take care of me, of the household and the family. She should be respectful and honest all the time. I want her to be beautiful and kind. She should also be الطلاب هنا بعضهم عن الصفات التي يرغبونها في شريك حياتهم. هذا من درس الصف العاشر الزواج. هنا يعني يتحدث الطلاب يعني عن الصفات التي يرغبونها في شريك حياتهم، ثم نأتي إلى نقاشها داخل الحجرة الصفية. وفيديو آخر أيضا يمكن استخدام الإنستغرام، أسباب معصية الله تعالى، أو من خلال الواتساب. هذه بعض الإجابات يعرضها الطلاب على بعضهم داخل الصف. قد يكون سأل أباه أو سأل أمه أو سأل أحدا من أقاربه، لا يهم، المهم أنه يقوم بشيء ما ويحضر بعضا من المعلومات إلى داخل الحجرة الصفية ويشارك زملائه بها. الآن نأتي إلى نصائح عامة في معلمي التربية الإسلامية، تطرق لموضوعات جديدة، موضوعات عصرية. اعرف من الطلاب عن اهتماماتهم، استمع لما يقولون، أعر سمعك لما يتحدثون به لتعرف اهتماماتهم، ثم يعني أعطهم موضوعات جديدة يتكلمون بها. أخرج من يعني صفحات الكتاب، ويعني حاول أن تستخدم الموضوعات الساخنة الموجودة في الساحة. استخدم الروبريك. الروبريك كما تعلمون سلم التقدير عند الطلاب، هذا مهم جدا جدا. سلم التقدير يساعد المعلم على التركيز على مواطن الضعف ومواطن القوة عند الطلاب، ويساعد المعلم على تصميم الاختبارات بشكل أفضل، يساعد الطلاب على تحسين عملية التعليم لديهم، معرفة مهاراتهم المتمكنين منها والضعيفة، وأيضا يساعد الطلاب على معرفة أين تكمن الجودة في أعمالهم وأين يحتاجون إلى تحسين هذه الجودة. التغذية الراجعة. الآن الحديث في الأوساط التربوية عن الانتقال من الفيدباك إلى الفيد فورورد، الانتقال من الفيدباك إلى الفيد فورورد. طبعا الفيدباك نعربها باللغة العربية التغذية الراجعة، لكن يقولون إن الفيدباك
إذا لم تحتوي على ما يمك ما يع ما يعني سيقوم به الطالب في المستقبل يعني الخطوة اللاحقة next step فإذا هو يعني قاصر الفيدباك يكون فيه قصور فإذا نريد أن نتحول من الفيدباك الذي أعطيناه للطلاب ووصفنا حالته وإجابته ومثلا اختباره إلى أن نعطيه أيضا فيد فورورد في ما سيفعله مستقبلا ما يتوقع منه مستقبلا فبعد ذكر مواطن القوة والضعف نركز على ما سيفعله مستقبلا بشكل محدد يجب أن يفهم الطالب أن هذه مرحلة كما تعلمون الفورماتيف أسسمنت تكون فيها فرصة للتحسين دائما الطالب يتحسن في تحسن مستمر وتقدم مستمر يعرف ما هو المتوقع منه ويعطى استراتيجية محددة لإنجاز العمل ويعطى وقتا محددا وأيضا يتابع بعد كل ذلك إذا من فيدباك إلى فيد فورورد لنعطيه مهام جديدة أو استراتيجية جديدة لتحسين عمله نأتي الآن إلى آخر قسم أو آخر مثال وهو الواقع المعزز يستخدم الطلاب هذه البرامج The origin of the virus remains unknown. However, initial cases were associated with the Hunanin إذن هذه الصور تظهر فقط في الآيباد أو الأجهزة ولا يشاهدها الطلاب لكن يمكن تركيبها من داخل الفيديو وهو يسمونها الـ Augmented Reality الواقع المعزز هذا البرنامج ما زال يعني هذه التقنية ما زالت خصبة ويمكن التعلم واكتشاف الكثير منها كما تشاهدون It is recommended that you stay home. If you do need to go out, it's best to stay 1.5 to 2 meters away from other people as respiratory droplets do not travel when needed. ثم يربطونه من خلال مادة التربية الإسلامية والحديث عن النظافة والحديث عن الابتعاد عن المرضى والعناية بالمرضى وغير ذلك. إذا هنا يعني استخدام أي شكل من أشكال التكنولوجيا وتوظيفه في مادة التربية الإسلامية وكما قلت لكم موضوع الواقع المعزز لا زال خصبا ويوجد فيه الكثير لنكتشفه وأنا أدعوكم إلى اكتشافه واكتشاف البرامج الجديدة الموجودة فيه في النهاية أتقدم بشكركم لصبركم وتحملكم واستماعكم وأستقبل أسئلتكم فمرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله